يقول السائل: طفت بالبيت وشككت هل هذا الطواف 6 أو 7، فبدأت بالنقصان، هل عملي هذا صحيح وجزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا شك في الطواف وهو يطوف في أثناء الطواف شك هل هو طاف 6 أشواط ولا 7 أشواط، يجعلها 6، يبني على الأقل ويكمل، لأن هذا هو المتيقن، يبني على المتيقن ويأتي بالمشكوك فيه حتى يخرج من العبادة بيقين. كذلك لو شك في عدد الركعات في الصلاة وهو يصلي، هل صلى 2 أو 3 يجعلها 2، أو شك هل صلى 3 أو 4 يجعلها 3، يبني على الأقل لأنه المتيقن، ثم يأتي بالمشكوك فيه ليخرج من الواجب بيقين. نعم.